ما تعبت بتعب باش كونت الدار هذه عام 94 ومشيت للولايه اللي انا تو نسكن فيها حاليا. بعد ما تعبت ورقيت صعوبات باش كونت معاها هذه الدار باش نرجعوا للطريق المستقيم، لقيت روحي لما كبر اولادي لعب لي لعبه كبيره، اخرني بين الناس بعمايله في عرضي بالاكاذيب اللي عملها لي في عرضي بالتقارير اللي وصلت تكتب عليا من الجهات اللي موجوده انا في الجهويه باش ينحي مني ملكيتي. مرحبا بك. عسلامة ولدي. نحكيو على الملكيه المشتركه بين المراه والراجل، الى اي حد نجم تحمي المراه في تونس؟ صحيح الملكيه المشتركه باهيه ومش باهيه في ظروف. بالنسبه للملكيه المشتركه ثم نساء مساكن يعملوا الملكيه المشتركه ويكونوا الديار مع رجالهم وياخذوا رجال بلاش الديار جمله نهائيا نهائيا. لما يعمل معها الملكيه المشتركه وتولي فيها اسمها واسمه بدبدرخانه كيما برشا ناس، ومن بعد يصير فيها التلاعب وتصير برشا امور كي يطلع الراجل ماهوش ماشي مع رب العالمين بالطريق الصحيح وترافيك يعمل الترافيك ويعرف كيفاش يتلعب ويعرف كيفاش باش يزج هالمراه وينحي لها الملكيه، خاطر صاي الملكيه ولدت في دفدر خانه بسميهم الزوز، ما عادش فيها تراجع هذيك. نعم. انت اذا ولد مريت بظرف انا مر توا حاليا في الفتره هذه بالمشكل نتاع الملكيه المشتركه اللي زوجي بعد ما طلقني عندي شهرين متطلقة، عمري 64 سنة، وبعد ما تعبت بتعب باش كونت الدار هذه عام 94 ومشيت للولاية اللي أنا تو نسكن فيها حاليا. بعد ما تعبت ورقيت صعوبات باش كونت معاها هذه الدار باش نرجعوا للطريق المستقيم ما راعني. بعد ما كبرت اولادي وبعد تعب اولادي وبعد ما خدمت وصرت ماخذ راجل متوظف يخدم متوظف بوزاره كذا وكذا وزاره سياده ويخدم من بعد في مركز كذا وكذا في الولايه اللي موجوده واجتهدت باولادي اللي عملت لهم الشهادات العليا. لقيت روحي لما كبر اولادي لعب لي لعبه كبيره وحطني في اظرف ما ثم وصغرني بين الناس بعمايله في عرضي بالاكاذيب اللي عملها لي في عرضي بالتقارير اللي وصلت تكتب عليا من الجهات اللي موجوده انا في الجهويه باش ينحي مني ملكيتي. وفي اثناء الجلسات قضيه طليق الانشاء اللي صارت عليا مده شهرين ونص تك 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 مزروب بين بها باش يزجني بدار المسنين او بايوائي مره ثانيه الاجوبي بالرازي اللي انا مريضه عقلانيا وكذا وكذا وكذا. هذه الطريقه اللي وصل بها باش ينحي لي ملكيتي، خاطر ما عادش نجم ينحيها هي الملكيه كما قالت الرئيسه في اثناء الجلسات، الملكيه باسمك واسمه تقعد زوز في الدار. اش وصل يعمل لي عمايل كبيره حتى من الجارة اللي مقابلتني والمشاكل اللي صارت لي من طرف الجيران اللي لديهم يدينهم ونفوذهم بالجهة اللي نسكن فيها يتعاملوا معاهم بالتقارير اللي أنا مريضة اللي أنا مش باهي وقت اللي أنا نجي للعاصمة نطلع ونهبط صارت لي مشاكل حتى في الكار اللي أنا مرأة نمثل المريضة بعينيا، ثم واحد يطلع في الكار وما يعرفش الإنسان هذاك وعمره والله أعلم علاش كيف صارت الأمور، لأنه هذا الزوج ليه علاقاته وبعث لي لأني بالتأكيد لديه يمد، وأنت تعرف الرشي والمرتشي ربي قال عليهم، يعطي في الرشاوي باش أنا نتعرض للضغوطات والمشاكل في الكار أو في بلاصة من البلايص في هذه الجهة اللي أنا نسكن فيها، لأني الحمد والشكر ليك يا رب العالمين، لما نجي للمركزية هوني لن نتعرض مشاكل، لن نتعرض حتى شيء.